يضع مصطفى اللمسات النهائية قبل إعلان جدول بث مهرجان رؤى للفيلم القصير، لكنه هذه المرة سيكون عبر الإنترنت. فالتحديات التي تفرضها جائحة فيروس كورونا في التجمع والاختلاط لم تثني القائمين على المهرجان عن تنفيذه، ولكن بطريقة مبتكرة. احنا منصة للمخرجين الشباب، لمخرجين الأفلام بأنواعها، الأفلام القصيرة اللي ما بتاخدش مساحة كبيرة في العروض، فاحنا منصة لعروض الأفلام دي، فاحنا لازم نعرض الأفلام دي. ومن هنا طلعت الفكرة ان احنا نلاقي بديل للعرض، وكان اونلاين كانت المنصة الأخيرة. نحو 70 فيلما اقتنع أصحابها بعرضها على الجمهور بهذه الطريقة الجديدة، من بين أكثر من 100 فيلم. أخذنا شوية بحث كده عشان نبقى مطمنين المخرجين إنه فيلمك مش هيتسرق، إنه اطمن. هنعرض أونلاين، إحنا عندنا دلوقتي على الصفحة حوالي 8000 فولور على الصفحة، فخليك ضامن إنه عدد كويس من الناس هتفرج على فيلمك. ليس هذا المهرجان وحده، فدار الأوبرا المصرية التي طالما أمتعت الجمهور بالعروض الفنية المحلية والعالمية دفعها توقف النشاط إلى عروض مباشرة تذهب لجمهورها أينما كان. هذا الحفل للفنان عمر خيرت من حفلات عديدة تعرض بشكل يومي في إطار مبادرة وزارة الثقافة خليك في بيتك. جلوس الناس في البيت أصبح محتاجين جانب ترفيهي، الجانب الترفيهي مش هفضل أدور على القديم بس. فمن هنا كان قرار ممتاز من دار الأوبرا أو من وزارة الثقافة إن هي تذيع الحفلات، حفلات أونلاين. النهاردة أنا بحب عمر خيرت هشوفه عندي، بحب الليلة الكبيرة هتتذاع، وهكذا. فرق فنية مستقلة وخاصة أيضا قدمت حفلاتها مباشرة عبر يوتيوب للجمهور، كهذا الحفل لفريق مسار إجباري. من ويا سكنة في وحدتي، عمري اللي لسه ما عشتوش. هاشم مناع، الحرة، القاهرة.